مرحبا بكم متابعي قناة الفلاحة والطبيعة. هذا الفيديو تابع للفيديو السابق، كنت شرحت فيه كيفية خلط وفوائد الهيوميستار أو الهيوميك الصيد المستخلص من المواد العضوية كما ترون. لحظة، ها هو بعد خلطه، ثم قمت بتوصيات كيفية الاستعمال وكل شيء. أصدقائي الفلاحين، نضعه بهذه الطريقة، نقوم بغمر يعني القليل من الماء في محيط الشجرة، وعند اكتمال يعني نسبة المياه التي تريد السقي بها بحوالي 80%، تقوم بإضافة هذا السماد، وهذا كل شيء. أصدقائي الفلاحين، فقط ملاحظة يعني، وقبل الملاحظة، إذا كنت أول مرة تصل إلى القناة، طبعا لا تنسى الاشتراك في القناة، ضغط زر الإعجاب، ودعمنا بتعليق أو تعليق فيه استفسار، وسنسعد بالإجابة عليكم أصدقائي الفلاحين. كما قلت أصدقائي الفلاحين، هذه المواد العضوية بالنسبة بخصوص الملاحظة، نقوم بإضافتها في بداية الموسم من أجل الحصول على أفضل انطلاقة لأشجارنا وبداية الموسم بشكل جيد للشجرة بالنسبة للمجموع الجذري والمجموع الخضري. فهذه المادة ممتازة ومهمة للأشجار المثمرة. بالنسبة للعلامات التجارية والأسعار، فهي تختلف أصدقائي حسب إمكانياتك المادية، وطبعا السعر يعبر عن الجودة، يعني كل منتج يعني جودة المنتج لها علاقة بالسعر، كلما ارتفع السعر كلما كان المنتج ذو جودة وقيمة أفضل. فأنت حسب يعني إمكانياتك صديقي وعزيزي الفلاح. فهذه هي الفلاحة، تقنيات وقواعد يجب اتباعها. يمكنك مراجعة القناة، فقط في الفيديو السابق ستجد في فيديو فيه حوالي 10 دقائق شرحت فيه كل ما يخص هذا الموضوع. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه أصدقائي الفلاحين. لأي استفسار يمكنكم ترك تعليق، وسنسعد بالإجابة عنكم في التعليقات، أو عمل فيديو خاص بالموضوع الذين تريدون، إذا كان حقا الموضوع يستحق عمل فيديو. هذا لكي يستفيد جميع الإخوة. هذه الأشجار أصدقائي بعمر 3 سنوات أو 4 سنوات، لقد قام يعني المستثمر الذي زرع هذه الأشجار لم يعتني بها بشكل جيد في الانطلاق، وأنا بصدد متابعتها منذ العام الماضي، تقليب وكل شيء. وكما تلاحظون النتيجة هي ب4 سنوات أعتقد أو 5، يعني أعجبتني جدا. لاحظوا نمو حوالي 50 سنتيمتر منذ بداية الموسم، وهذا شيء جميل ورائع باتباع برنامج محكم من أجل انطلاقة جيدة. كان هذا كل ما يخص هذا الفيديو أصدقائي، انتظرونا في فيديوهات قادمة حول مواضيع عديدة، أو راجعوا القناة لتجدوا كل الفيديوهات التي تحتاجونها. دمتم في رعاية الله، نلتقي في فيديو جديد قريبا، وإلى اللقاء.